من جنوب فرنسا معنا الباحثة في الفكر الإسلامي الدكتورة رزيقة عدناني. مساء الخير دكتورة، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. هذا التقرير الجديد الصادر عن مجلس الأمة، هل هو يعكس واقعا أو مجرد مخاوف سياسية الآن؟ شكرا لك على الدعوة. لا، هي ليست مجرد مخاوف سياسية، بل تعكس الواقع الفرنسي والتحقيق الذي قامت به اللجنة عن مجلس الأمة. في الحقيقة لا يكشف عن ظاهرة جديدة أو غير معروفة. فالرئيس إيمانويل ماكرون قد صرح في فبراير الماضي عن وجود أحياء فرنسا انفصلت عن الجمهورية حسب قوله، وهي تحت سلطة الإسلاميين كما أكد، وهو ما أدى إلى خلق جو مشحون وشعور بعدم الارتياح في فرنسا. لذلك نعم نعم تفضلي. قلت أن هذا يعني ليس مجرد كلامي، وإنما ينقل حقيقة واقعية. نعم، طيب بتفاصيل هذا التقرير إذا ما دخلنا فيه دكتورة، هو يتحدث عن انتشار للإسلام السياسي بمناطق معينة بفرنسا، ولكن تراجع أو ربما انتشار خفيف في مناطق أخرى، كيف يمكن تفسير هذا الموضوع؟ لا، التقرير أعتقد أنه أكد أن هناك يعني تطرف سياسي باسم الإسلام في كل المناطق الفرنسية، مع درجة أقل ربما في الشمال الغربي لفرنسا طبعا. ولكن سؤالك في الحقيقة يستدعي سؤالا آخر، متى يكون أو متى ينتمي فكر ما وسلوك ما إلى المجال السياسي؟ أقول ما يتعلق بتنظيم الدولة أو المجتمع. على هذا الأساس فالإسلام سياسي بطبيعته، وذلك منذ سنة 622 حين هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، حيث الكثير من الآيات القرآنية اكتسبت طابعا اجتماعيا يتعلق بتنظيم المجتمع. ثم إن الخطاب الديني يؤكد دائما على أن الإسلام دين ودولة. ضف إلى ذلك أن كل الدول الإسلامية ما عدا تركيا وألبانيا وإندونيسيا تعلن في دساتيرها أن الإسلام دين الدولة، أي أنها تمارس السياسة باسم الإسلام. لذلك أعتقد أو أقول، ما دام الإسلام لا يفصل الدين عن السياسة، يكون الحديث عن إسلام سياسي وإسلام غير سياسي غير صحيح، وإن كان هذا لا يعني أن كل المسلمين منخرطين في أحزاب سياسية. نعم تفضلي. نعم تفضلي تفضلي دكتورة، نسمعك. قلت يعني كل خطاب أو سلوك يتعلق بتنظيم المجتمع أو الدولة ينتمي إلى المجال السياسي. وعلى هذا الأساس فإن المشكل لا يتعلق بالمتطرفين فقط. ثم يعني يصعب كثيرا لما نتحدث عن التطرف، يصعب كثيرا أن نتفق حول معايير هذا التطرف. يعني كيف يمكن أن نميز بين من هو في تطرف ومن هو ليس في تطرف؟ يصعب كثيرا أن نضع حد دقيق بين الطرفين. مثلا النساء اللواتي يناضلن من أجل فرض الحجاب في أماكن العمل وفي المسابح العمومية، لسنا متطرفات وإلا بقينا في البيت، ولكن سلوكهن يعكس تماما سلوك الإسلام السياسي الذي يريد فرض قوانين الإسلام في المجال العام. طيب يعني دكتورة، بهذه الحالة ما تتحدثين عنه هو يعني يحكي عن تداخل كبير، ويحكي عن ربما يعني صعوبة تصنيف أي تصرف يعني سواء كان سياسي أو غير سياسي، وبالتالي المشكلة اليوم أين تكمن؟ يعني عندما يتحدث مجلس الأمة عن مشكلة بهذا الموضوع، عما يتحدث تحديدا؟ لأنه البعض يقول أنه المشكلة هي في عدم انخراط هذه المجموعات التي تتبع هذا الفكر بالمجتمع والقوانين وأيضا الديناميكية الفرنسية. ربما أول نقطة للاختلاف تتعلق بالموقف من ما هو مجال عام وما هو مجال خاص. في الحضارة الغربية بشكل عام هناك تمييز بين المجالين. في فرنسا الدين ينتمي إلى المجال الخاص،
أما المجال العام فيخضع لقوانين الدولة التي مصدرها العقل. أما في الثقافة الإسلامية بشكل عام فليس هناك تمييز بين المجالين، وهنا تكمن المشكلة لأي مسلم يعيش في فرنسا ويتمسك ب يعني النظرة التقليدية للدين يجد صعوبة في التأقلم مع المناخ السياسي والاجتماعي لفرنسا أو في فرنسا. ضف إلى ذلك أن فرنسا دولة لها تاريخها السياسي والفلسفي والاجتماعي المسبوق بعصر الأنوار وبفكرة الحقوق الطبيعية للإنسان التي تسوي بين كل الناس طيب بدون تمييز، نعم خاصة بين المرأة ايه والرجل. نعم نعم بس دكتورة، إذا ما أردنا يعني أن نوسع الموضوع قليلا، في كثير من الدول الأوروبية التي تتحدث عن التطرف لديها، في بعض الدول تتحدث أيضا عن الإسلام السياسي لديها، ولكن لماذا يعني فرنسا بشكل خاص يعني تتحدث بهذه الطريقة وتقول إنها تعاني بهذه الطريقة منه؟ كنت أتحدث عن الثقافة الفرنسية وتاريخ فرنسا وتاريخها السياسي والاجتماعي، وقلت أن فرنسا يعني تاريخها مسبوغ بعصر الأنوار وبفلسفة الحقوق الطبيعية للإنسان التي تمجد العدالة بين الناس وخاصة بين المرأة والرجل، وتمجد الحرية والكرامة الإنسانية. وهي طبعا الفلاسفة مثل جورج كروس وفولتير هم الذين وغيرهم طبعا الذين وضعوا أسس هذه الفلسفة. نعرف أن فرنسا هذه الفلسفة هي التي أدت إلى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، وكل هذه الفلسفة هي التي تكون الإنسان الغربي فكريا ونفسيا واجتماعيا، والإنسان الفرنسي بشكل خاص، لأن فرنسا فصلت بين الدين والدولة سنة 1905. لذلك الفصل بين الدين والدولة يعني اللائكية لا لايسيتي فرونسيز طبعا تمثل مشكلة أها بالنسبة للمسلمين الذين هم لا يتصورون تنظيم الدولة وتنظيم المجتمع بهذه الطريقة. بالنسبة لهم الدين هو الذي ينظم المجتمع عكس الأفكار وعكس كل المناخ السياسي والفكري والاجتماعي للفرنسيين. طيب دكتور، أيضا يعني نعم فرنسا، بس إذا بتسمحي لي، فرنسا شهدت عمليات إرهابية كثيرة، في أيضا فرنسيين ذهبوا إلى القتال بصفوف داعش، ما الذي يجعل فرنسا بيئة حاضنة لهذا الفكر؟ فرنسا ليست حاضنة للفكر الإرهابي، لا أعتقد ذلك. فتونس مثلا ذهب منها الكثير إلى القتال مع داعش، والإرهاب أدمى الجزائر في سنوات التسعينات. هذا الفكر الإرهابي مس فرنسا لأنه مس كل الدول التي يوجد فيها مسلمين، لأن هناك خطاب من طرف المتطرفين الذين يدعون المسلمين أو يؤثرون عليهم بهذا الكلام. لذلك ما تعرف فرنسا اليوم، أعتقد يعني لست أعتقد، هو بدأ قبل ذلك في مصر ثم ذهب إلى شمال إفريقيا ثم وصل إلى فرنسا. إذا ليس شيء خاص بفرنسا، هذا ما أريد أن أقوله. كانت فرنسا اليوم يعني فيها حديث أكثر ربما عن الإسلام السياسي وعن التطرف، فهذا السبب الأول، لأن في فرنسا يوجد نسبة كبيرة من المسلمين في المقارنة في الدول الأوروبية الأخرى من جهة، طيب ومن جهة أخرى كما قلت أن فرنسا دولة لائكية، إذا هي يعني تتمسك بتاريخها وتتمسك بقيمها، وهذا خلق نوع من الاصطدام بين منظومتين للقيم
موالي الأخلاق واحدة لائكية تفصل الدين عن الدولة وتدعو وتمجد الحرية والعدالة، والأخرى لا تفصل الدين عن الدولة ولا تعترف بالعدالة المساواة، خاصة المساواة بين المرأة والرجل، ولا أيضا تعترف بحرية المعتقد. وكل هذا طبعا يخلق اصطدام بين ثقافتين. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفتنا من جنوب فرنسا الباحثة في الفكر الإسلامي الدكتورة رزيقة عدناني.